دابا السؤال اللي غنقول لك بعدا بعد المعاناه، لانك انت كنتي كتحارب مع هذا المرض خبيث. الحمد لله رجعتي باش تكمل المشوار ديالك الرياضي. كما نقول من بعد المعاناه اللي دزت بها من المرض ديالي، الحمد لله تجاوزنا شويه والحمد لله حنا رجعنا للميادين كيف ما كنا ان شاء الله. كنبغي نشكر جميع الاعضاء اللي ساعدوا اللي وقفوا معايا وعاونوني. كنبغي نشكر السي رضا بن واحد والسي الدكتور بن صار السي المنصوري. كنبغي نشكر جميع اللي وقف معايا وشكرا. ومني رجعنا للنادي القنيطري طلبوا لي شي شواهد ديال العوده، ديال بان العوده مؤكده، ومشينا جبناهم والحمد لله رجعنا الميادين كيف ما كنا الحمد لله. شافك الطبيب ديالك؟ لا وي شافني تسع عند الطبيب وتسع عند الدرس وعاد بديت معاهم ان شاء الله. كيفاش كتحس دابا؟ لا الحمد لله الزملاء ديالك تحس باحساس زوين، احساس كيف ما كان الحمد لله ديال الحاله هذه. ما بقيناش في داك الاحساس القديم ديال اللي كتحس بانك بحال تودع الحياه، ولكن الحمد لله محد معنا الله وكاين العزيمه والاراده تتنوض وتتقاوم ما تتقاش جالس تتسنى الاجل ديالك. الحمد لله حنا رجعنا ان شاء الله. اولا نشكروا الاخوان اللي وقفوا مع اللاعب عز الدين، صراحه نشكرهم جزيل الشكر، لا من الناس ديال الاعلام ولا من الناس اللي وقفوا معاه وساندوه ماديا ومعنويا. واولا نحيي على الشجاعه ديالو وعلى التحمل اللي تحمل العناء ديال المرض وهذه، وتنتمنى ان شاء الله ليه صحه جيده. فتنظن اللاعب عز الدين فبعد المعاناه الاخيره ديالو والمرض ديالو فدابا تنحاولوا ما امكن باش نشتغلوا معاه، خصوصا المستوى اللياقه البدنيه، او باش يسترجع اللياقه البدنيه ديالو بقوه ان شاء الله، ونحاولوا ان شاء الله باش نشتغلوا معاه. نتمنوا فيه الخير ان شاء الله، ونتمنى باش يكون لعب. حنا غنديروا مجهود ديالنا ونقوموا بالعمل ديالنا، وتنتمنوا ليه ان شاء الله مستقبل زاهر، لا في الحياه الكرويه ديالو ولا في الحياه العاديه ديالو. فنظن كان اختيار ديالي باش نخدم مع الفئه العمريه. فالسنه الماضيه اشتغلت مع الفئه ديال السينيور هذه فما توفقش، نتمنى باش يجي واحد اخر اللي يعطي الاضافه ان شاء الله. وحنا هذه فرقتنا نشتغلوا مع في اي بلاصه، المهم ونساعدوا الفرقه ديالنا ونشوفوها في ظروف جيده ونشوفوها ترجع المكانه الطبيعيه ديالها.